عودة من جديد حلقة النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا يعني إحنا كالعادة يعني الحقيقة أبطالنا في مصر بيتألقوا في منافسات مختلفة وفي رياضات مختلفة، بيتنافسوا بمنتهى قوة وبيعودوا دايما محملين بكتير من الميداليات المتنوعة. ده الحال اللي حصل في الفترة الأخيرة، هنعرف حضراتكم كل التفاصيل طبعا، وخصوصا إن إحنا يعني مصر كانت مستضيفة مؤخرا بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وضيوفنا اللي منورنا هيكلمونا اكيد عن كل هذه التفاصيل. احنا منورنا النهارده كابتن عبد الله عبد المجيد، مدرب منتخب مصر عفوا لسباحه الزعانف، وكمان منورنا مهاب ايهاب بطل العالم بسم الله ما شاء الله في السباحه بالزعانف. صباح الفل ومنورنا، اهلا بخير. صباح كابتن عبد الله ومهاب، صباح الهنا طبعا، منورنا وانجاز كبير جدا يا مهاب. يعني لو تسمح لنا كابتن عبد الله، انا حابب من عند مهاب بتكلم بطل العالم وسنك لسه صغير جدا، لا خلينا نعرف عنك اكتر. يعني انت ابتديت اصلا الرياضه دي امتى؟ وانت في مدرسه دلوقتي طبعا في جريد كام؟ يعني خلينا نعرف عنك اكتر. انا اسمي مهاب ايهاب حلمي، سباح منتخب مصر. بدات سباحه وانا عندي 9 سنين تقريبا. انا دلوقتي داخل ثالثه ثانوي. 14 تقريبا سنه ولا كام؟ 16 سنه. 16، اوكي. طب ابتديت الرياضه وانت عندك 9 سنين بتقول؟ أيوة. اشمعنى السباحه؟ ابتديت سباحه عاديه ولا سباحه زعانف؟ السباحه العاديه في الاول، وبعدها لقيت نفسي الحمد لله بحقق ميداليات وكده، وفي السباحه بالزعانف اتجهت ليها. بس بطل عالم وفي السن ده برضو كابتن عبد الله، يعني ازاي؟ بصي، دي بطوله عالم ناشئين اللي هو لحد 17 سنه. الجيل اللي معانا ما شاء الله عليه، يعني اخر فتره الاتحاد اتطور جدا، ارقام اتطورت جدا في اللعبه دي حقيقه. اخر كام سنه الاولاد شاركوا في بطولات دوليه، الحمد لله بقينا بنحقق ميداليات. طبعا السوشيال ميديا بقت بتعمل لنا زي ابديت كده المعلومات، الارقام اللي موجوده بره، فلقينا نفسنا قريبين. الاتحاد عندنا كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد، هو عضو الاتحاد الدولي، اخر فتره عمل مشاركات كتير جدا للمنتخب، سفريات كتير بره، خلى الاولاد كلهم السباحين كلهم بيتنافسوا عشان يسافروا بره عشان يشاركوا مع المنتخب. حلو. الارقام اتطورت، المستويات اتطورت، لحد ما الحمد لله وصلنا بالمعسكر دوت ان احنا يعتبر حققنا انجاز ما حصلش قبل كده. طبعا. عدد ميداليات، ارقام قياسيه كتير اتحققت، ما شاء الله احنا بقينا منافسين لاكبر الدول، بقينا الحمد لله من اكبر الدول اللي بتنافس في اللعبه دي. كل ده جميل ورائع. طب عايزين برضو فرصه نعرف الناس ايه الفرق اللي بين السباحه بالزعانف عن السباحه العاديه. احنا نعرفه ان السباحه العاديه بيبقى فيها 4 انواع منافسات مختلفه، هل بالزبط نفس الكلام ينطبق على السباحه بالزعانف ولا هي نفسها نوع من المنافسات؟ بص، الاتحاد السباحه ده نوع اتحاد لوحده. أوكي. منفصل. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ او الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ، ده في كذا شق، ده اتحاد يعني مصر. يعني انتوا تابعين للاتحاد، الاتحاد الغوص والانقاذ. الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. اوكي. تمام؟ في منافسات سباحه بالزعانف، في منافسات انقاذ، في منافسات غوص. احنا البطوله دي بطوله سباحه بالزعانف، السباحه بالزعانف بتنقسم لسباحه بالزعانف المزدوجه اللي هي السباحه الحره العاديه. ايوه. بس بالزعانف، وسباحه بالزعانف المونو اللي هي السنجل فينس او الزعنفه اللي هي الكبيره، بتوع زعنفه الكبيره اللي بتتلبس في الرجلين. تمام؟ السباقات دي في منها 50 متر 100 متر لحد 1500، ده في حمام السباحه. وفي منها المياه المفتوحه اللي هي الطويله برضو بالزعنفه المونو او بالمزدوجه. طب انتوا ليه تابعين لاتحاد الغوص والانقاذ ومش للاتحاد المصري للسباحه العادي؟ عشان هو ده اتحاد، الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ده اتحاد منفصل برياضه منفصله. اتحاد السباحه هو في السباحه اللي هي الاربع طرق السباحه اللي احنا عارفينها، تابع للاتحاد الدولي للسباحه. اتحاد الغوص والانقاذ في كذا نشاط، في سباحه وفي الغوص، سباحه بالزعانف وفي الغوص وفي الفري دايفنج، الغوص الحر، وفي رياضه الانقاذ، كل ده تابع للاتحاد المصري للغوص والانقاذ. اوكي. مهاب، برضو السؤال ده اكيد تقليدي بس انا لازم اساله انا وكريم لكل بطل عندنا بيدرس، لان البالانس هتكلم تحديدا، وحضرتك برضو كابتن عبد الله تتفق او تختلف معايا، عندنا لسه النقطه دي ناقصانا، ان انا ابقى عندي بطل رياضي وفي نفس الوقت بيدرس واحاول ان انا انسق ما بين الاثنين، بيبقى اوقات في صعوبات. فمهاب انت كبطل دلوقتي رياضي مصري، فاكيد الدراسه وانت بتقول ثانويه عامه، يعني الموضوع مش اسهل حاجه خالص. البالانس اللي تعمله ده ازاي؟ مين بيساعدك كمان من عندك من العيله؟ مين اللي بيشجعك؟ هل في فعلا صعوبات بتواجهك في وقت الامتحانات؟ لان لو في حاجه زي كده احنا بنحب نسالها عشان
لو في اي مسؤول دلوقتي بيسمعنا لازم ان هو يحل هذه المشاكل بتبقى موجوده، خلينا نسمع منك. كنت بخلي دراستي كلها الصبح وتمريني بيبقى بالليل. ودايما كان بابايا بيوفر لي الوقت ودايما كان بيوفر لي المواصلات والكلام ده. اوكي، وعمرها ما في كان تعارض او في مشكله وقت الامتحانات؟ لا لا. لو انت عندك معسكر عندك بطوله ما حصلش فيه اي مشكله؟ المعسكرات دايما كانت بتبقى في ايام الاجازه يعني. طب ده انت حظك حلو، دي حاجه كويسه جدا. هو لوحده اللي ما عندوش مشكله ولا هي دي ظاهره عامه؟ لا، هو للاسف الرياضي عشان يكمل هنا في مصر هو بيواجه صعوبات كتير. لان بيبقى عنده مدرسه الصبح، بيطلع من المدرسه بيفضل شغال دروس طب. لحد وقت التمرين طب. لان البطل عشان يوصل للمستوى ده هو محتاج على الاقل من 6 ل 9 وحدات ميه في الاسبوع، يعني يوم تمرين او يوم تمرينتين غير تمارين الفتنس دي بتبقى تمرينه منفصله، فبيبقى عنده تقريبا ديلي مرتين تمرين طب. مع الدروس بتاعته ومع الدراسه طب. المعسكر ده اللي احنا استعدينا للبطوله دي، احنا استعدينا قبل امتحاناتهم، احنا ابتدينا اول تجمع معسكر في اول اسبوع في رمضان، كنا الولاد كلهم بيتجمعوا المحافظات كلها خميس جمعه سبت من كل اسبوع، بدانا في اسماعيليه بعد كده اسكندريه والقاهره لحد قبل امتحاناتهم باربع ايام، كانوا بيعملوا الاختبارات النهائيه اللي هو هنشكل منها قوام المنتخب النهائي. نزلوا خلصوا يوم السبت، كان يوم الاحد عندهم امتحانات اخر السنه. فبالتالي الحاجات بتبقى شبه ثابته معاك، وطالما احنا بنتكلم على منتخب ناشئين فمعرض جدا ان جزء دائما كبير منه يعني طلبه ثانويه عامه. طلبه هم كلهم طلبه. وخلصوا الامتحانات الحمد لله، بدانا المعسكر المغلق من يوم 19/5، من يوم 19/5 واحنا في معسكر مغلق لحد البطوله. حلو جدا. انت عايز تبقى ايه في المستقبل؟ يعني انت عايز تخش كليه ايه؟ ان شاء الله نفسي هندسه. ان شاء الله هندسه. وهندسه صعبه، انت عارف طبعا لازم طبعاً. حضور في الجامعه حاجات زي كده في الكليه، فهيبقى في برضو صعوبه عليك ان انت توفق بين الاثنين. احنا مش عايزين نخسرك كبطل برضو مصر، يعني بكلمك بجد، يعني لان في كتير انهوا مسيرتهم بدري بسبب عدم التوافق ما بين هنا وهنا، دي بنسمعها منهم، فنتمنى يبقى في بالانس طبعا في الحته دي. ولو ان هي هتبقى صعبه ده هيبقى شغل حضراتكم بقى وشغل الاتحاد مع التنسيق مع طبعا الوزاره، يعني ده مهم جدا. انت مش بتتكلم كتير، احنا عايزين نسمعك. على فكره الفقره دي كلها معموله عشانك، انت ضيفنا النهارده، دي حقيقه طبعا منورنا كابتن عبد الله، بس انت النهارده النجم يا مهاب، يعني احنا مش بنبالغ لما نقول لك احنا سعداء بيك، لان انت بتمثل مصر في محافل دوليه، فدي حاجه كبيره، انت عارف ان دي حاجه كبيره طبعا. انت بطل عالم بقى، يعني المفروض تبقى جاهز دلوقتي يعني للقاءات كل يوم والتاني، ولسه هيجي لقاءات عالميه طبعا قدام ان شاء الله. يعني ف بتشوف العالم بره، بتقارن نفسك بالابطال بتوع العالم في هذه اللعبه تحديدا، نفسك تحترف بعد كده في الخارج، ولا حدود حلمك ايه؟ يعني خلينا نقول انت واصل لاحلامك في ايه تحديدا في الرياضه؟ يعني الحمد لله جبت اول عالم في سباق 1500 متر وثالث عالم في سباق 800 متر في البطوله دي. هدفي الفتره الجايه ان انا احطم رقم العالم، يعني مش بعيدا ان شاء الله، يعني فده هدفي يعني للمستقبلي. وعايز تكمل في الرياضه مش عايز تسيبها؟ عايز. هو بالمناسبه الرياضه دي فيها احتراف زي كره القدم كده ولا ما فيهاش مساحه قوي؟ فيها احتراف بس مش زي كره القدم طبعاً. يعني فيها سباحين اوريدي من عندنا هم بيلعبوا بره مصر، يعني في سباحين عندنا، في سباحه ما كانت موجوده معانا في المعسكر ده، هي اصلا مقيمه في قطر وبتلعب في قطر بس بتنزل معانا المسابقات الرسميه يعني. تمام. في سباحين زي كابتن سيد باروكي كان محترف في ايطاليا. تمام. عندنا المنتخب هم 28 بطل، واللي كمل معانا لحد البطوله 27 بطل. مهاب حقق ميداليه ذهبيه، عندنا محمد هاني حقق ميداليه ذهبيه في المزدوجه 50 مزدوجه، عندنا تتابعين حققوا ميداليه ذهبيه ودي اول مره بتحصل في التاريخ. اربع اولاد حققوا ميداليه ذهبيه في الاربعه في 100 مونو والاربعه في 200 مونو. دي كلها حاجات واشارات معناها ان انتم ما شاء الله عاملين شغل محترم. يعني احنا بنتكلم على تاني منتخب ناشئين، يعني ده اللي المفروض هيفرز المنتخب الاول. اللي حصل للمنتخب في المعسكر ده من بدايه اختيارهم في شهر 3 في كاس مصر، الانتقاء اللي تم، طريقه الانتقاء اللي تمت، البرنامج اللي عمله كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي، ان هو المعسكر من اوله لاخره كل طلبات السباحين مجابه. فريق طبي متكامل، فريق اداري على اعلى مستوى، جهاز فني محترم، كل طلباتهم مجابه خلال فتره المعسكر كله. يمكن دي كانت اول مره تحصل ان كل حاجه الاولاد بيقولوها كانت مجابه. ده الحمد لله اللي وصل المعسكر للنتيجه اللي احنا شفناها خلال الاربع ايام بتوع البطوله.
ان احنا يبقى عندنا 4 ميداليات ذهب، 4 ميداليات فضه، 6 ميداليات برونز، اكتر من 12 سباح او اكتر من 15 سباح حققين ميداليات في المعسكر، حاجه كويسه جدا الحمد لله. في اي مشاكل يتعرض ليها الابطال من الناحيه الماديه مع الاتحاد، ولا كلها بتبقى كفرد بالاتحاد؟ لا الحمد لله، هي اللعبه بتاعتنا مكلفه عشان نبقى واقعين، مكلفه جدا على ولي الامر. ليه بقى مكلفه؟ هو مش بيسين التولز اللي السباحين بيلبسوها، الروكيت اللي السباح بيلبسها او المهم بتاعت اللي السباح بيلبسها واصله ل 30,000 جنيه ومعديه ل 30,000 جنيه. المايو بتاع السباح معدي ال 15,000 جنيه. لا المايو كده غالي. معدي ال 15,000 جنيه. رايحه بينا على فين يا بلد؟ المايو رايحه بينا على فين يا بلد؟ احنا بنهزر طبعا، بس هي ليها مواصفات معينه. مايوهات معتمده من الاتحاد الدولي. ما هو عشان السباح يوصل لكده المايوهات نفسها بتبقى الماتيريال بتاعتها مختلفة. خلي بالك فعلا، يعني بالمناسبه في ناس ممكن تتخيل زي ما انت بتقولي ان يعني متطلبات السباح كده غير مايو، فده مقدور عليه. لا غالي، فانا هي لعبه مكلفه. بس مجرد ما الولد وصل ان هو بقى سباح منتخب خلاص، الاتحاد يعني الاتحاد بيبقى داعم ليه. وبيبقى عندكم خطه للمعسكرات؟ يعني بتبقوا حاطين خطه مثلا سنويه طبقا للبطولات اللي انتوا هتشاركوا فيها؟ بتنظموا عدد ما هم الاولاد دول مش هيلحقوا يريحوا، هم بعد العيد بحجر ايام تقريبا عندهم تصفيات لمنتخب صربيا. أوكي. منتخب اللي مسافر صربيا بطوله العالم بطوله البحر المفتوح. أوكي. فمش هيلحقوا يريحوا، يعني يا دوب هياخدوا كام يوم اجازه، هينزلوا هتبقى مسافات طويله في البحر. فهيبقى فيها برضو معسكر هيعملوا اختبارات. بتبقى اصعب شويه من يعني في حاله البحر المفتوح او المياه المفتوحه، بتبقى وضعها عامل ازاي؟ بتختلف في ايه يا ابو هاني؟ عايزين نسمع فعلا. المياه المفتوحه احنا بجورك عشان تتكلم. خلينا انا فاهم، انا كنت فاكر ان انا بسال يعني عشان عندي شغف خالص. احنا لغايه ما هنالك عايزين نسمع صوتك. المياه المفتوحه دي بتبقى في البحر، بتبقى المسافه بتوصل ل 5 كيلو. منافساتها بتبقى اصعب او ممارسه السباحه في حاله البحر بتبقى اصعب عشان تبقى في موج والكلام ده، فبتبقى اصعب يعني في الحته دي. مش في ناس بيقولوا ان اظن في ميه من الاثنين بتبقى اتقل من الثانيه بالنسبه للميه الراكده؟ يعني سباح المنافسات الطويله، سباح المسافات الطويله غير سباح البسين. لا انا بكلمك على فرق الميه بين البحر وبين حمامات السباحه. البحر بيبقى البحر هو بيختلف من مكان لمكان، الكرنت اللي في الميه لو الميه فيها كرنت فيها مد او لا ده بيبقى ضد السباح او مع السباح. في موج ولا ما فيش موج، ده كله بيفرق مع السباح. درجة حرارة المية كل ده بيفرق مع السباح. بس هو سباح المسافات الطويلة، هو سباح فايتر لأن سباقاته أقل حاجة 4 كيلو 5 كيلو. طب. ده سباح المونو، سباح المزدوجة بيبقى 2 كيلو أو 3 كيلو. فبتبقى المونو بتوصل لخمسة كيلو. خمسة كيلو، خمسة كيلو، أربعة وخمسة كيلو. واو. أربعة وخمسة كيلو عايمهم. فبس بتبقى ليها استراتيجية كده، السباحين الطويلة بيبقوا عارفينها غير سباح الخمسين والمية والمتين. كتظبيط نفس وتوزيع طاقة يعني على مده تمارين التحمل بتاعته، التمارين بتاعته نفسها بتبقى مختلفة. عندنا السباحين مش كل سباح بيتمرن زي التاني، يعني هو الفريق مثلا المرحلة فيها 20-30 سباح. أوكي. سباح السبرنت غير سباح الميدل غير سباح اللونج ديستانس، كل سباح ليه برنامج تدريبي، كل سباح ليه نظام في التمرين. ايه اللي مخلي مهاب مميز؟ هو سباح يعني سباح ملتزم جدا، سباح موهوب، بيتعب في تمرينه ما شاء الله ربنا يحميه يعني. ربنا بيكرم اي حد بيجتهد، كل مجتهد نصيب، وهو سباح موهوب وبيجتهد. فان شاء الله باذن الله يبقى عنده احسن من كده بكتير. هو طموحه ان هو يحطم رقم العالم. النهارده ربنا البطوله دي ربنا كرمه بميداليه ذهب وميداليه برونز، ان شاء الله كل ميدالياته ذهب بعد كده وارقام قياسيه. وحطم ارقام مصريه كتير، حطم ارقام قياسيه مصريه كتير زي زمايله السباحين في المنتخب. احنا البطوله دي اتحطم فيها اكتر من 13 14 رقم قياسي. في يعني مهاب 2007 هو 16 سنه هو محطم رقم مصر في 1500 لحد العمومي، لحد مرحله العمومي ما شاء الله. في سباحه لوجين حطمت رقم مصر في المزدوجه لحد العمومي. السباح طارق حسن حطم رقم لحد 19 سنه ورقم لحد العمومي. في كذا سباح في البطوله دي حطموا ارقام قياسيه مصريه. هي ما بتشاركش في الاولمبياد ولا بتشارك؟ لسه ما دخلتش اولمبياد، ليها بطولات عالم، ليها بطولات بحر المتوسط، لسه ما شاركتش في الاولمبياد. ليه؟ ايه السبب لو حضرتك تقول لنا؟ هي في العاب اوريدي في الاولمبياد، كل دوله
بتنظم الاولمبياد بتختار العاب تدخل ده احنا عارفينه، بس كرياضه ان هي لسه تبقى ما دخلتش. ربنا يكرم ان شاء الله وتدخل في الاولمبياد. ده عشان فرصتنا ممكن فيها تبقى كويسه لو حضرتك بتتكلم. طبعا هتبقى كويسه جدا كمان. الحمد لله دلوقتي ناشئين وعمومي الحمد لله عندنا سباحين ابطال. اصعب بطوله شاركت فيها مهم اللي فعلا يعني كانت المنافسه فيها قويه جدا وكنت قلقان فيها؟ هي البطوله دي الاخرانيه. اشمعنى ايه المختلف؟ اول مره اشارك في بطوله عالم، فكان طبعا المنافسين اول مره ننزل مع ناس من بره مصر، فكانت المنافسه فيها صعبه جدا. قبل بدايه البطوله كنت متخيل ان انت هتبقى بطل عالم؟ طبعا انا كنت متارجت ده في دماغي الحمد لله، يعني طول فتره المعسكر كان حوالي شهر ونص، كنا نتمرن 3 تمارين في اليوم. ف دايما كنت الهدف ده كان قدامي يعني، فالحمد لله حققته. مين من عيلتك او من اهلك يعني داعم ليك بشكل كبير؟ يعني مين بيحضر من وانت صغير بيديك التمرينات، اللي بيشجعك دايما؟ يعني كلمنا اكتر عن عيلتك، اكيد هم بيتفرجوا طبعا دلوقتي. يعني بابايا هو دايما كان بيتعامل معايا. في حد رياضي اصلا عندكم في العيله ولا انت اول حد؟ لا انا اول حد. عندك اخوات تانيين؟ بس يعني مش قوي. مش رياضيين يعني. انت اللي طلعت رياضي الوحيد في اخواتك. اشمعنى بقى يعني ايه يعني انت اهلك ودوك كبدايه ان هو اي حد ولاده صغيرين او معظم الاهالي بيودوهم عشان يتمرنوا، كانت كده البدايه وبعدين انت لقوا مستواك مختلف؟ انا دايما كنت متحمس جدا ان انا اتمرن، دايما كنت بحب التمرين، بحب اروح دايما التمرين، بحب البطولات، فالحمد لله يعني ربنا كرمني ان انا اوصل لحاجه زي كده يعني. ان شاء الله هنستناك بقى في القريب العاجل جايه ومحمل بالمزيد من ميداليات الذهب ان شاء الله، وبنتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. نموذج رائع للشاب المصري فعلا، بطل بالمعنى الحرفي للكلمه. نور كان داخل المعسكر وهو كان عنده اصابه اصلا، ان هو كان مصاب، نص المعسكر كان بيتمرنه من غير اي ادوات، كان عنده اصابه، حتى ما شاركش في كاس مصر اللي تم منها اختيار المنتخب، بس كان البطولتين اللي قبلها عامل ارقام قاسيه، فكابتن سامح ضمه للتجارب الاوليه ولحد ما اتعملت التجارب الثانيه او التجارب النهائيه، الحمد لله ربنا كرمه، هو كان نازل باصابه وربنا كرمه وتاهل للتجارب النهائيه في المنتخب يعني. الحمد لله موفق دايما باذن الله. مهاب نورتنا ونورتنا يا كابتن، والله سعداء بوجودكم معانا. نورتونا وفخورين بيكم وفخورين بيك يا مهاب، ومزيد من التوفيق ان شاء الله حبيبي. نشكركم على متابعتنا هذه الفقره، هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.